كما ذكرنا المؤشر السعري والوزني تمكنا في اللحظات الأخيرة لبنى من عمر صحيح. هذه الجلسة في الإغلاق في المنطقة الخضراء. طوال جلسة اليوم كان هناك تراجع صح لون أحمر طاغي متأثر إلى حد ما من الأسواق العالمية سيما طبعا الأمريكية والآسيوية. الشهية للاستثمار كانت قد تأثرت متأثرة. وخصوصا في ظل هذه الخلفية السلبية جدا في الأسواق العالمية. وول ستريت كانت متراجعة بشكل قوي صحيح. الجلسة الأوروبية أيضا الآسيا يعني الميكي 225 طبعا في حالة تصحيح برأي الكثيرين وخصوصا من أعلى مستويات كنا قد شاهدناها ب 30 ديسمبر كان وصل 16300 الآن يعود إلى 14000 خسائر بأكثر من حوالي صحيح. 14 نقطة مئوية. لاحظنا أنه نتائج بيتك هي التي دعمت إلى حد ما حركة المؤشر أو حالة دون أي تراجعات أقوى على المؤشر. نتائج بيتك للسنة المالية 2013 كانت جيدة. إذا السوق الكويت المؤشر السعري ارتفعت حوالي 20 نقطة المئوية. لاحظوا بدأ بالارتفاع التدريجي منذ المنتصف حتى نهاية هذه الجلسة مستوى 7999 نقطة. فادي الصغاري مدير إدارة تداول المؤسسات بالشركة الوطني للاستثمار ضيفي من العاصمة الكويتية الكويت وبالتحديد من سوق الكويت المالي. كيف رأيت سيد فادي هذه الجلسة وما الذي قلب المؤشر إلى هذه المنطقة الخضراء في اللحظات الأخيرة تقريبا من عمر الجلسة؟ نعم طبعا فعلا كما ذكرت في كلامكم في تقريركم انه تقريبا منتصف الجلسه كان هناك تراجعات في السوق رغم ان بدايه الجلسه كان هناك دخول على بعض الاسهم القياديه التي قامت بالاعلان عن نتائجها منذ بدايه الجلسه ولكن لم يكن لها القوه في التحكم بالمؤشر السعري وكان هناك تراجعات. اختلاف السوق والعودة إلى اللون الأخضر والإغلاق فوق هذا فوق يعني إغلاق أمس وتسجيل ارتفاع في المؤشر السعري كان يعني الأغلب الدور هو للأسهم بعض الأسهم المضاربية وبعض الأسهم القيادية التي كانت في بداية الجلسة سجلت انخفاضات بأسعار منخفضة ولكن كان هناك إغلاق على مستويات الأسبوع اليوم الماضي أو حتى بعض الارتفاعات الخفيفة هذا ما دفع المؤشر وكان هناك ارتفاع بسيط ليس هناك شيء يعني حدث كبير أدى إلى هذا هي سيولة مضاربية صغيرة أدت إلى هذا الارتفاع. نعم ماذا عن مستوى السيولة أستاذ فادي كيف رأيتها اليوم يعني عند 39 مليون دينار تقريبا كمستوى السيولة ما عاد شفنا مستويات 60 مليون اللي شفناها لحد ما الأسبوع الماضي. نعم طبعا أحجام السيولة الملاحظ فعلا خلال الأسبوع الماضي وحتى هذه الأسبوع هناك ارتفاع نوعا ما هذا الارتفاع في أحجام السيولة هناك نوعا ما اختلاف عما كنا نتحدث عنه منذ الأسابيع الماضية هي السيولة مضاربية تأتي وتذهب يعني جزء كبير من هذه السيولة نراه يتوجه إلى الأسهم القيادية نراه يتوجه إلى الأسهم التي تعلن عن نتائجها الإيجابية وهذا طبعا شيء جدا إيجابي. الارتفاعات التي تحدث سواء بأحجام السيولة وحتى بارتفاع المؤشر في هذه الفترة من وجهة نظري هو شيء إيجابي جدا. السيولة الاستثمارية بدأت تتجه لهذه الأسهم خصوصا أن كثير من هذه الأسهم التي أعلنت حتى الآن لديها توزيعات إيجابية لديها توزيعات نقدية وهناك كثير من مستثمرين سوق الكويتي يبحث دائما عن هذه التوزيعات النقدية. نعم وأنا أشكر لك هذه المشاركة السيد فادي الصغاري مدير إدارة تداول المؤسسات بشركة الوطني للاستثمار.